قائمة المهن الشاقة يعني نقولها مازال ما حددناها ومازال ما تحدد. قمنا بتنصيب فوج تقني فيه يعني مختصين أطباء، مختصين في طب العمل، مختصين في هذا الأمر. راهم يعني عقدوا عدة اجتماعات وراهم باتصال مع مختصين وشافوا ما معمول به في الدول يعني الأخرى حتى نحدد المعايير. يعني هذه اللجنة راهي تعمل في تحديد معايير كيفية باش يعني نقول باللي هذا العمل شاق وغير شاق. هاد اللجنة هذه اللي هنا المعايير، يعني المعايير ماهوش غير بالنسبة للفور فيزيك، كاين يعني كاين يعني جهد فكري، كاين الضغط، كاين ظروف العمل، كاين ظروف المناخ، كاين كل هذا غادي يحدد ستحددها هذه اللجنة. وعندما تحدد هذه القائمة يكون يعني ما هو الفائدة من نقول هذا العمل هو جد شاق؟ الفائدة أنه بالنسبة للسن التقاعد يتبدل، معايير التقاعد تتبدل.